والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. هذا رجل يا طويل العمر تزوج هاك المرأة الطيبة وتعتبر مثال للمرأة المسلمة اللي تعتني بأبنائها وتربيهم تربية صالحة ما شاء الله. المهم أنه رزق منها بثلاث بنات أبا أحط لهن أسماء من عندي أنا، واحدة اسمها الكبيرة ديمة، والمتوسطة ريمة، والصغيرة اسمها شيمة. الأسماء هذه من عندي. اللي مرسل لي القصة اللي هي البنت الكبيرة ديمة، اللي هي ديمة وريمة وشيمة، هي اللي مرسلت لي تقول دال ميم نون اسمها بالرموز. المهم أنها فيها مأساة القصة وفيها حزن شوي، لكن فيها دروس. تقول حنا كنا ساكنين في هاك البيت الشعبي، البيوت الشعبية أول كانوا ساكنين في مدينة تقريبا الرياض. تقول بيتنا شعبي من الخشب، تعرفون المرابيع من أول البيوت الطين، هذا ممكن في عام قبل الثمانينات صح. ايه. تقول كنا ساكنين في بيت شعبي، تقول وعايشين من أسعد العيشة، عيشة هنية، حنا وأمي تقول مبسوطين في ذا البيت. تقول أمي سبحان الله العظيم والدتي حريصة علينا، تحفظنا الصور من القرآن، تحرص علينا ما شاء الله. قبل ندخل في المدرسة تقول مع العلم أن أمي ما درست لكنها حافظة، تلقي حافظة، وتقول تعلمنا السور القصار تحفظناها. تقول لدرجة أن يوم دخلنا في المدرسة كنا حافظين السور القصار هذه. تقول من يوم كان عمري 5 سنوات وأنا أدخل مع أمي في المطبخ أغسل وزين وقطع وذا، وتقضبني بعض المهمات ما شاء الله. زي مثلا تقول من أول كنا حتى الغسيل ما كان عندنا غسالات، كنا نغسل باليد. على اليد غسيل يدوي. تقول كانت تحرصني أني أغسل ملابسي الخاصة. تقول في البداية كانت أغسلها هي، لكن قالت يلا غسلي ملابس. تقول لين صارت عندي عادة، صرت حريصة على ملابسي وعلى أغراضي الخاصة وذا. تقول شوي شوي بدأت تعتمد علي في العناية بخواتي، أسرح شعورهم، لا رحنا المدرسة أنا اللي أسرح شعورهم وزبط أمورهم، نطلع أنا وياهم جميع ونروح للمدرسة. المهم تقول سبحان الله العظيم كانت حياتنا من تعتبر من أجمل حياة البيوت اللي فيها أمن واطمئنان وبساطة سبحان الله العظيم. تقول لين سبحان الله العظيم توفي عملي، عملي كان عنده بنتين، وتوفي عمها هذا في حادث سير، هو زوجته خلف هالبنتين ولا لأخوه هذا إلا هو. أخوه قام وخذ هالبنتين وحطهم عنده مع البنات هذا، تقول ربينا مع بعض زي الخوات. يا سلام. وطلعنا مع بعض، تقول نعاملهم أحسن من معاملتنا الخواتري. تقول أمي سبحان الله العظيم حريصتنا عليهم حرص عجيب، تروف بهم روف. تقول أمي هي اللي تحرص عليهم، أمانا أحرص على خواتي، أما دربتني. تقول أنا اليوم أشط شعور خواتي، هذا اللي أصغر منه. تقول صغير أمي حريصتنا عليهم مرة. تقول المهم راحت السنين سبحان الله، درسنا وصلت صف سادس ابتدائي. تقول بعد ذلك أمي أصيبت بمرض، صار يجيها وعكات، يجيها وعكات. تقول سبحان الله العظيم في هالأثناء ذي حرصت أمي في هالفترة على زيارة الجيران، صرنا نروح معها للجيران، تطلع بنا جميع نروح نزير جارتنا فلانة. تقول في واحدة من الجيران من جيراننا تقول أمي يعني تحبها حب عجيب، صادقتها صداقة خاصة، بينهم علاقة حميمة. تقول وتروح نروح أغلب ما نروح لها ولا يجونهم في البيت، إلى ما رحنا لهم جو زيارات، وأنتم خابرين الأولين لا راحوا، يقولون ناخذ معنا أغراضنا، شاهينا وقهوتنا نروح بها، ثم لذاهم يجونا بنفس الشيء. تقول لين سبحان الله جاك المرة، تقول جت جاء لأمي هالمرض وانتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. كم عمرها البنت هذه؟ تقول أنا في سادس ابتدائي، في صف سادس ابتدائي. تقول توفيت والدتي، تقول هذه من الأشياء اللي أثرت في حياتي. وقبل توفى
تحرصني تقول تراس انت امهم الثانيه، احرصي على اخواتك، احرصي على بنات عمك، تقول دائم تحرصني على احرصي عليهم، خلي حبيبتي معهم، تراس انت امهم الثانيه، تقول غرست في نفسي اني انا امهم، سبحان الله العظيم. تقول المهم عقب ما توفيت امي صرت انا اللي مسؤوله عنهم. تقول ابوي بدا يشتغل في التجاره قبل تموت امي بسنه او سنه ونص، يشتغل في التجاره وصار يطلع الصباح ولا يجي الا في الليل. تقول يعني ما نشوفه اغلب البيت، ولا ابوي تقول كان طيب وحبيب، وتقول ابوي احبه حب عجيب. ما شاء الله. تقول لدرجه انه لا جاء للبيت، وين امكم؟ يقولها ميدا البنات، وين امكم؟ يقول هذا جو جابوي، يقول تقول لا جيت حبيت راسه وحبيت يده وجبت له القهوه وجبت له كل شيء. تقول ابوي محسسني اني حرمه كامله. وانتم خابرين الاولين ترى اللي عمرها يجي 12 13 سنه عن واحده عمرها 25 الان اليوم تعتمد على نفسها وكل شيء. المهم يا طويل العمر تقول يوم من الايام جاني ابوي قال تعالى بيقول لك كلمه خاصه. ايوه. قلت وش عندك يا ابوي؟ قال والله انا ودي اتزوج، انت خبرتني اطلع من الصباح ولا اجي الا في الليل. واحيانا اتاخر اخذ يومين عنكم، وذا ودي اجيب لكم واحده تونسكم في البيت وتوسع صدوركم، وفي غيابي تكونون انتم تونسونها وتونسكم. قالت هي الله يوفقك يا ابوي، ما عندي مانع مره انت على ما قال. فصلوا احنا نلبس. المهم تقول سبحان الله العظيم كان يشتغل عنده محل قطع غيار سيارات، وعنده واحد شغال في هالمحل هذا. هذه اخت اللي شغال عنده في الاخت اللي شغال عنده في الموظف اللي عنده. اي الموظف هذا. المهم تقول اراد الله وتملك عليها وتزوج وجابها لنا. تقول اول ما جابها اول الايام سبحان الله العظيم كانت تعاملنا معامله عجيبه، لا الكلام الحلو والمعسول وكل شيء. تقول سبحان الله العظيم مع الوقت شوف ابوي لا جاء قال وين امكم؟ على طبعه الاول وين امكم؟ غارت. وتقول بدات الغيره تدب في قلبها. وبدا الشيطان يسول لها. نعم. وصارت تنطل علي كلام من جاف. كلام جارح يجرح. تقول درجه انها اني صرت اتضايق، وانا اهم علي في هالحياه ابوي. ما ودي يحس خاطره اي شيء. يا سلام. تقول يجي تعبان فاجي بقول لك كلام انكد عليه اتحمل واسكت، واقول لاخواتي اياني واياكم احد يقول شيء، هذه عمتكم لازم تحترمونها وتشيلونها على رؤوسكم. والله مهما قالت هذه عمتنا كلنا. تقول درجه انها تطورت من الاساءه اللفظيه درجه انها دلت تطقنا. تقول مره من المرات اختي اللي توها داخله في الابتدائي ضربتها بصوت. لا حول ولا قوة. في يدها بصوت. تقول وبين فيها الضربة ذي، ولا تضرب إلا مع محلات، تضرب بالصوت مع محلات. الوحدة تستحي إنها توري أبوها حتى لو أبوها، تخجل إنها أنت خابر الحرمة فيها حياة. إيه؟ المهم تقول ضربت أختي بالصوت، وكانت أول سنة داخل. كان عندهم تقول ذاك اليوم تطعيمات، وقالوا فك يلا تعالوا بنطعم. تقول يوم قالوا بيدها ولا الضربة، تقول يوم خدته يجوني أنا في صف سادس، قالوا تعالي هذه وش هي وش هذه من؟ تقول حققوا معي ضغطوا علي. قلت هذه من مرت أبوي. شو نسوي؟ إيه. قالوا لازم تبلغين أبوت، لازم تقولين أبوت بالوضع اللي صاير، ما تسكتين. قالت خلاص. تقول أطلع من عندهم على أني أبلغهم، لكن لا ذكرت أبوي أنه يجي تعبان وهذا سكت. قلت بينهم خلاص بس. المهم يوم جيهم بكرة قالوا وش قلت لأبوس؟ قلت أنا علمت أبوي عن الوضع وذا. قال خلاص أنا إن شاء الله ببلغها ومع التمديدها عليكم من هالكلام. وهي ما قالت لأبوها أي شيء. نعم. الله أكبر يا. تقول المهم سبحان الله العظيم بدت عاد حملت وجابت ولد. ها الحرمة عقب ما جابت ولد زادت شراستها. زادت عتاء ونفورة. تشيطنت زود. تقول بدت ضايقنا، بدت ضايقنا، وحنا نكظم ونصبر ونصبر خواتي اصبروا.
ما عليكم إن شاء الله بيفرجها ربي. المهم تقول وصلت ثانية متوسط، قالت ميد أبوي البنت ذي المفروض تتزوجها، ما تخليها تقعد، تزوجها خليها تروح ترزق الله. من أول تقول أنت تزوج عمارنا على اللي تأخذ المتوسط واللي في أولى متوسط تزوج وتروح. تقول المهم أراد الله سبحان الله العظيم مع اللي يتعامل مع أبوي واحد يتعامل يجي من جدة القطع الغيار يجي، وأحيانا يقلط عند أبوي يتقهوى مع أبوي. تقول سبحان الله العظيم هالرجل ذا كبير شوي، لكن سبحان الله العظيم تزوج كم مرة ولا رزق بابناء غير زوجته الأولى. ثم قال ما يا أبوي وش رايك تزوجني واحدة من البنات اللي عندك، لأنهم يشوفوا البنيات واجد، قال تزوجني واحدة من البنات. قال خلاص ما يكون له خير، وكان خاطبها واحدة من جيرانهم، بس العمة هذه ما تبي القريبين، تبي تقلعها بعيد. قالت لا هذا ما يصلح، هذا ضعيف ولا يصلحون، ما هم مناسبين لك. الرجال هذا تبغى تقلعها بعيد. أيوه. المهم أراد الله ووافقت، هي بعد تبغى الفكة. الفكة خذتها الرجل هذا وراح بها الجدة، هو يشتغل مع أبوها في نفس النشاط. توصيل. نفس النشاط. أيوه. هي القطاع دي. تقول سبحان الله العظيم معها أول سنة ما حملت. تقول وداني المستشفى وكشفوا علي لقوا عندي كيس دموي في الرحم. تقول أذكر أنها قد رجفتني برجلها وأنا نايمة تقومني ورجفتني على المنطقة الحساسة هذه. قالوا أنت قد طحتي قبل سنتين ولا قبل 3 سنين طحتي طيح الشينة ولا؟ قلت لا ما أذكر شيء. قالوا جايز ضربة قوية في هالمنطقة ذي هي اللي سببت هالأمور ذي، لازم عملية نسوي تنظيف. تقول سوى فيني عملية وسوى تنظيف سبحان الله العظيم، بعد 6 شهور حمل. سبحان الله العظيم ما حمل سبحان الله. تقول أثناء الحمل زوجي هو جاي من الطائف نازل مع الهدى، تقول صار له حادث وهي واحدة معه يسوق به ومات وتوفي. تقول يوم توفي أنا حامل ما أدري وش اللي في بطني، هو بنت ولا ذكر ولا أنثى. تقول سبحان الله العظيم ورزقت بذكر. وين جابت الولد فيه؟ عند أبوها في البيت. رجعت لأبوها ورجعت للغثة مرة ثانية. تقول زوجة أبوي جابت بنت، زود مع الولد جابت بنت، وأسأل خواتي وش أخباركم ويتشكون. قلت تحملوا واصبروا والله يسهل. تقول تزوجت أختي اللي بعدي ما شاء الله، تزوجها أبوي وراحت الله يسلمك، باقي واحدة وباقي هالثنتين بنات عمهم. تقول سبحان الله العظيم مع الأيام وهذا توفي أبوي. أصيب بسكتة وتوفي. تقول من صار اللي مسؤول عن الأموال وهذا؟ عمتها وأخوها. أخوها اللي في المحل يشتغل في المحل. تقول محل أبوي يمكن يسواله قدروه يعني كقيمة، يسواله هو من المستودع اللي فيه تحول فوق 1,000,000 ريال كقيمة يعني. تقول وبدأ يشتغل فيه هو، وكل شوي يجيبون شوي ينطلون في ثامينة على شيء بسيط وخواتي، لكن سبحان الله مع الوقت سيطر على الوضع هو يا أخته وكلوا الأخضر واليابس. تقول سبحان الله العظيم ورحت أزور جارتنا صديقة أمي هذه، صديقة العزيزة. أي صديقة العزيزة اللي ولدها قد خطبها. تقول يوم جيت وش أخبارك؟ قالت والله وضعي كذا كذا. وأنا قالت ورا ما تأخذين ولدي وتفتكين من الغثة و... تقول قلت ما يخالف. تقول وأخذ ولد الحرمة ذي، تقول وأسكن معهم في البيت وأقوم بهم على أكمل وجه ما شاء الله. تقول في هالأثناء ويدق علي تلفون ثابت، يدق علي ولد زوجي اللي توفي، قال ترى نحصينا الإرث وخلصنا الأمور، حقس من الإرث 5,000,000 وعمارة تجارية. هذا حقس من الإرث. شوف رزقها الله سبحانه وتعالى على نيتها. تقول عمتي هذه أزورها ماني بقول لها شيء، كأنها يعني مثل أمي، أحترمها من احترام أبوي. ولا ودي يعني بودي أبر أبوي لو في قبره. الله أكبر. إيه. تقول المهم سبحان الله العظيم بنت فلة كبيرة وحطوا فيها زي المسبح. تقول راحت بعيالها اللي هي الولد والبنت
ايوه يتفرجون على الفيلا، تعتبر يعني على وشك تخلص. تقول كان في مسبح، حاطين لهم مسبح، في هالمسبح لمبه وطايحه منكسره وفي مويه في وسط المويه، في شوي مويه التماس. تقول سبحان الله، العيال يلعبون، شات واحد منهم الكوره صغيرين وطاحت في المسبح الكوره، ودله يصيح من بيجيبها؟ قالت الام بجيبها انا، وتنزل سبحان الله العظيم ويجيها صعقه كهربائيه هالقشره العمه وتوفى. ويوم صاح الصياح ولا اخوها يسمع، اخوها كان موجود معها، ويجي يركض ينزل عليها ويصعقه الكهرب ويموت معها اخوها. لا اله الا الله. تقول يروحون سبحان الله العظيم كانهم ما خلقوا. لا اله الا الله. ها الاثنين هو ويا اخته سبحان الله العظيم. تقول بقى الولد والبنت، الولد والبنت هو اللي عاد يرثون امهم. تقول انا اللي ربيت الولد اخواني، انا اللي ربيتهم. تقول ترى واحد الولد درسته على حسابي، خذ دكتوراه في علم الاحياء المجهريه ما شاء الله، وفتح له مختبر خاص ورزقه الله. يا سلام. تقول البنت وافقت في حياتها وارسلت لي قصيده، ان بغيت اعطيكم القصيده. ها فانا انا اقول من هالمنبر يا اخواني، وين البنت دي؟ والله العظيم عليكم باليتامى، توصوا باليتامى خيرا. الرسول قال انا واليتيم كهاتين في الجنه، انا وكاف اليتيم كهاتين، انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه. فالواحد يحذر، الواحد الارمله اللي تزوجها الرجال يحرص على عيالها، والعكس صحيح، العكس صحيح. فبسمعكم قصيدتها، والله ارسلت لي قصيدتها، انا ما تحملت اقرا قصيدتها لكنها قصيده مؤثره. تقول يالله يا واحد فوق السما العالي، يا سامع دعوتي فالصدر مخفيها، على التي سعدها موتي وغربالي، أسألك ربي من البلوى تعافيها، ولا تزين بها الأطباع والحالي، وادعي لها ربي الرحمن يهديها، حياتنا في جحيم وزود والوالي، واكظم بنفسي عنا الاوجاع واطويها، كل عشان الذي في قلبي الغالي، اطيب رجل فدوته روحي له اهديها، ابويا اللي غلاه بقول وافعالي، بسمته تسوى دموعي يوم اداريها، جنة حياتي وهو حمال الأثقالي، ما بي حموله يزيد الهم قاسيها، الله يجعل لها الفردوس من زالي، وامي معه باسمها الغالي يناديها، مع النبي خير مبعوث ومرسالي، معلم الدين واركانه ومرسيها، صلاة ربي عليه بمسك الأقوالي، وافضل سلام كتبت في تواليها، وافضل سلام كتبت في تواليها. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الله وجهك يا ابو عمر، الله يسعدك ويبارك فيك يا حبيبي. المتقين